اختنا المفيد كله عندي بتقول عايزة اعرف حذف المشرفين مرة واحدة ازاي، يا ريت تعمل فيديو. حاضر، احذف المشرفين ازاي؟ وانا على لوحة البيانات من هنا، وانا على لوحة البيانات من كروم، تمام، بضغط على الترس بتاع الاعدادات اهو، وبروح على قسم المنتدى عند الاعدادات العامة، القناة، الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات، اللوزونات، المنتدى اللي هو اللي قبل الاخير، تمام، والاتفاقيات في الاخر، ده المنتدى. بروح على قسم المنتدى، تمام، عندي المشرفين الاداريين اهو، المشرفون الاداريون، ممكن اعمل لهم اهو من علامة الاكس دي. عند المشرفين العاديين اعمل لهم من علامة الاكس دي كده، واروح اعمل حفظ، بس انا مش هعمل حفظ عشان بس اللي ايه، عشان الناس اللي من التليفون نفس الفكرة بالظبط. معنى التليفون اهو، هروح على الايقونة اللي احنا كنا سايبينها لوحة البيانات للايقونة، تمام، اضغط عليها اهو، دي اللي برضو ما عملش الايقونة دي للوحة البيانات، ان شاء الله هيظهر لك في علامة الاي دلوقت، تمام، ده تدخل على طول مباشرة على لوحة البيانات بتاع قناتك، تمام، ده ايقونة بتسيبها بره على سطح التليفون، هسيب لك برضو الرابط بتاعها هيظهر لك في علامة الاي، وهيكون في الوصف ان شاء الله، تمام. اول ما بتحمل معايا، اول ما بتحمل معايا بنزل تحت خالص 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 تحت عند ايه، في علامة الترس تحت خالص اهي في التليفون تحت هنا اهي، تمام، بضغط عليها هيفتح لي نفس القايمة اللي احنا على الكمبيوتر عليها بالظبط اهو، تمام. هروح على المنتدى برضو الأخيرة من تحت اهي، اللي قبل الأخيرة من تحت، هضغط عليها المنتدى، ده المنتدى معايا برضو نفس التليفون نفس الكمبيوتر بالظبط. عند المشرفين الإداريين هشيلهم من هنا برضو اهو من علامة الإكس دي، ده هتشيل كله مرة واحدة، تمام. والمشرفين العاديين برضو من علامة الإكس هشيلهم كلهم مرة واحدة. لو أنا عايز أشيل واحد واحد هضغط على علامة الإكس بواحد اهو، لو أنا عايز أشيل واحد معين هشيل من هنا واحد معين وهكذا، تمام. لو عايز أشيلهم كلهم هضغط على علامة الإكس هشيلهم كلهم، تمام. هي ده بس البسيط يعني، ما انساش أعمل كلمة حفظ، بس لو أنا عملت حفظ كله هيتشال من عندي دلوقتي، تمام. أي سؤال تحت أمر الجميع، في أي موضوع تحت أمر الجميع، أرد عليك سواء أعمله لك فيديو أو أرد عليك في التعليقات أو في حلقات البث المباشر اليومية. في أمان الله، سلام الله عليكم.